وده الجزء الثامن من لعبة بولد بوي. خلينا نشوف هيحصل ايه دلوقتي. احنا تقريبا الكلب صح؟ ايوه. طيب الاخ ده عايز دودة. خلينا نشوف هنا ايه. هنا في بيقول لك لو انت حطيت مية على الشجرة هيطلع لك يعني الف به ته زراعة يعني، فمش محتاجين نعرف المعلومة دي. فاحنا نعمل بالبي عشان يطلع لنا ثمرة. مسكها بقى. طب ايه يعني بتعمل ايه؟ معموله بالبي يعني. طيب احنا نشرب ميه نشرب ميه نشرب ميه. طيب انا لو كلمت الاخ ده هيحصل ايه؟ ايه اللي حصل ده؟ انت مش بتسمعني. طيب ماشي. انا تاهي جدا، انا مش عارف اعمل ايه. ليه عملت بالبي تاني ليه؟ طيب هيطلع زيادة ولا ايه؟ طلع زيادة بس ده طلع كتير قوي. ده انا كلب زحري جدا بقى. انا بحاول تقريبا. ايوه اعمل كده بقى، بحاول اخليها تيجي عند ال اوب. ما اعتقدش ان ده كان قصدي خالص، بس يلا. يلا هو خلاص يعني انا كده ممكن انزل. يا ابني اللذينه انت اكلت واحده، كل الباقي بقى. طب تعال. ماشي خلاص باي. ايوه كل يا اخويا كل. انت لسه شايف؟ طيب ماشي 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 نعمل كده. لا لا مش عايز اشوف، مش عايز اشوف، مش عايز اشوف. كان هيورونا هنت دلوقتي وانا مش عايز اشوف هنت خالص. طيب احنا واضح ان احنا لازم نعمل بيبي تاني، ده الحل الوحيد بصراحة. يلا ايه 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 ايوه كلها بقى. هيحصل فيك ايه؟ وعمال يورم، ودي حاجه جميله. بس يلا يمين بقى. ايوه وفوق كده وش بقى يورم خالص بقى. ده انت يعني مثابر ومعافر وعنيد. ماشي. لا انا عارف، انا عارف المعلومه دي يعني. خلاص احنا بينا بين خبراء زراعة بصراحة. ايوه تعالى كده بقى. كملي هروب مني. لا نطلع فوق نعمل كده نعمل كده كده كده. كلها بقى كلها تفص. يا عم انت يلا كل 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 كل. طيب والله احنا كنا يعني احنا كنا بنملاه غازات، ده اللي حصل. اللعبه دي مليانه غازات عامة. ماشي نروح بقى نجيب للواد الدوده. اهي تعالى يا دوده. فعلا يلا يلا يلا. هاو 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 هاو. بس ومسك سمك العسول الكيوت ال هوب هوب. طيب ماشي. طيب ايه؟ يبقى واضح ان ال ال ال
الوحش اللي جاي هيكون الدودة. كل حاجة بتنتقم مني، انتوا واخدين بالكم؟ فاحنا دلوقتي هنحارب الدودة. واقعية جدا اللعبة بصراحة. ماشي. وادي ده احنا تاني، لسه راسنا بتقع والمسنا القاع. وغالبا وفي تعبان او تمساح، حاجة من الاثنين لسه ما اعرفش. هو ليه ايد ولا لا؟ هو حبيبي لا ده ايل يعني بالعربي تعبان البحر. ف ماشي، نقفل الفيديو ده هنا ونكمل في الفيديو اللي بعديه من لعبة بالد بوي. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.